ملعب نادي هجر وفي مدينة الأحساء مدينة الكرم وأبو عامر، بينما المكاشر مدرب فريق نادي أحد وهنا في فرصة أولى وفي لقطة أولى، ولكن وصلت سهلة جدا إلى حارس مرمى هجر. هنا مساندة جميلة ورائعة في الكرة التي أمرت، تتحدث عن أرقام والفرصة السريعة وكرة فيها جول، فيها جول والبحث عن المرمى، المرمى خالي يبدو لي، الدفاع وحيد رائعة، ولكن الراية تبدو. شاهد هنا المرور، شاهد هنا التمرير، شاهد الأولى التي كانت من لاعب فريق نادي أحد، ولكن إلى رمية جانبية في اللعبة الماضية. تتحدث عن نادي هجر الذي حسمت، ولكن أمور البقاء لم تحسم، حسمت على بعض الفرق، ولكن بعض الفرق لم تحسم إلى حد هذه الدقيقة. هذا اللاعب الشاب الذي تحدث عنه اللي قدم نفسه بشكل جيد ما شاء الله. هنا شوف التمريرة التي بتصل إلى جهة اليسار، تعود إلى وسط الميدان، وتمريرة في مكان سليم وفرصة هدف أول ولقطة ثانية على فريق نادي أحد. هناك الأوفسايد، شاهد هنا لحظة لعب الكرة، لحظة لعب الكرة، نعم كان فيها أوفسايد، تقدم كان من يبدو لي أو نعم تقدم كان يبدو لي من لاعب فريق نادي أحد في اللقطة الماضية، والكرة والبطولات العربية والخليجية كل التوفيق لمنتخبنا تحت 23 عاما في بطولة، أرقام عديدة جدا وأيضا إحصائيات على مستوى هذه المسابقة. الكرة تعود إلى الخلف سريعة جدا، أسلوب لعب فريق نادي أحد يبدو لي على الارتدادات السريعة والعمري دي هجر. هناك حاتم الجهني، الكرة بتصل سريعة إلى الجهة اليمنى، تمريرة في وسط الميدان. نعم نصف ساعة أحبتي كل من يتابعنا عبر قنوات السياسية الرياضية هنا من ملعب نادي، لكن أيضا في هذه الجولة جميع المباريات إلى حد هذه الدقيقة لم يحضر أي هدف، لا في مباراة العروبة ولا من خلال حل فردي كبير جدا، وتمريرة والقدوم من الخلف من منيف دوشي، ولكن طارت وإلى هناك أمطار على ملعب العروبة والخلود مع تسخين الفريقين بكل تأكيد في نفس هذه الجولة، ويبدو لي بأن توقيت المباراة اختلف بالنسبة لي. أوصلت هناك صافرة وكرة ثابتة، هذا اللاعب افتقدناه في الشوط الأول وهو الهدف إلى جهة اليسرى، بعد ذلك السرعة والعودة لمصلحة فريق نادي أحد، العرضية وفي مكان جميل وراسية ولقطة، وقعد هناك الثاني الأستاذ حامد الأحمري بكل تأكيد. شاهد الكرة الماضية، نعم شاهد اللقطة الماضية، شاهد